اهلا بكم. انتهى إذن ديربي مدريد بين الاتلتيكو وضيفه الريال بالتعادل السلبي في قمة مباريات الجولة 12 من الدوري الاسباني، ليكون المتصدر برشلونة اكبر مستفيد من تعثر عملاقي العاصمة في اول ديربي بمعقل اتلتيكو الجديد واندا ميتروبوليتانو. أكثر البقع إضاءة في ليلة الديربي ملعب واندا ميتروبوليتانو، وأكثر الأضواء تسليطا نالها كارباخال العائد من بعيد، أمر يستلزم التشجيع والتصفيق. اقتربت المباراة من بدايتها واقترب المتنافسان بنزيما وغريزمان من بعضهما بطابع فرنسي، دون ذلك التزم الفريقان بالمسافة الفاصلة. لا غالب في المدرجات إلا اللون الأحمر، وإن كانت الغلبة مطلب مدريد المشترك والتي كادت تميل في الدقائق الأولى إلى أتلتيكو. فاران مرر كرة بل هدية لكوريا، كاسيا خطفها من أنخيل الذي لم يصدق، كحال من نهض مندهشا في المدرجات. استفاق هجوم الريال بعد نصف ساعة، كروس ورونالدو صنعا سلسلة ناجحة من التمريرات. الألماني لم يكن حاسما أمام أوبلاك، الاستغراب سكن ملامح رونالدو، أما قدمه فحاول بها تغيير ملامح المباراة بتسديدة. التشتيت أسهل الحلول عند أوبلاك. منافذ التنفس كانت مغلقة في الشوط الأول. الشوط الثاني تعت منه، لاحت للبرتغالي فرصة حضر فيها رونالدو المستلم للكرة وغاب كريستيانو الهداف. اتجه الخطر إلى مناطق الريال. الفرنسي غاميرو تجاوزت كرته الحارس كاسيا، وفي الانتظار فاران عند خط الوصول غير مسارها. وقف رونالدو وقفته المعتادة، سدد مخالفة، سمع فقط صوت ارتطامها بيد أوبلاك. ضاع التسجيل الذي بقي صامدا رغم التسديدات المتلاحقة تارة وتباطؤ رونالدو في الكثير من المرات. المباراة انتهت بتعادل لم يفد مدريد، فوائده عادت لبرشلونة. يعني إسماعيل سيميوني لم يستطع إيجاد الحلول المناسبة، هناك تراكم للتعادلات، نقص وقلة الأهداف، أيضا نقص الفاعلية خاصة لأنطوان غريزمان الذي لم يستطع التسجيل خلال المباريات السبعة الأخيرة، وأيضا دون أن ننسى دون كريستيانو أيضا الذي يصوم عن التهديف منذ فترة طويلة، هدف واحد حتى الآن في الليغا على عكس الغزارة التهديفية التي يتمتع بها في تشامبيونز ليج. هو على كل أنيا تعادل بطعم الخسارة لكلا الفريقين، والبرشلونة طبعا المستفيد الأكبر، المستفيد الأكبر خاصة بأنه فاز على ليغانيس، خاصة أيضا أن هذه المباراة هي أول مباراة يلعبها، يعني أول ديربي يحتضنه الملعب الجديد لأتلتيكو مدريد. صحيح. يعني لم يكن فالحسن على النادي. صحيح. حتى الآن يعني سيميوني الجميل إسماعيل بأنه سيميوني واجه ريال مدريد 11 مرة في الدوري الإسباني، حقق 4 انتصارات مقابل 4 انتصارات لريال مدريد، وحال تعادل بين الفريقين 3 مرات. وكما ذكرت يعني أكثر من يخدم يعني هذا التعادل هو برشلونة، نعم، الذي كما ذكرنا 10 نقاط فارق عن كل الفريقين، يحلق بعيدا وحيدا يعني في الصدارة. نعم. عندما يلعب أيضا فالنسيا الذي يعني يبرز هذا الموسم كاسم كبير ويفوز في مباراته القادمة، ربما يكون يتسع الفارق أيضا حتى عن الثاني، يعني ليس نحكي عن برشلونة الذي يحلق وحيدا في الصدارة. صحيح. حتى الآن. صحيح. ننتقل إلى خبر آخر. هذا هو ترتيب، إذن البارسا هو المستفيد من هذه الجولة، وذلك بحصوله على فارق وصل إلى 10 نقاط بينه وبين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بينما فالنسيا يبقى ثانيا ذلك ب27 نقطة في انتظار مباراته 12. هذا هو الترتيب. إشبيلية أصبح خامسا بفوزه الليلة على سيلتا فيغو بهدفين مقابل هدف واحد، وكان متأخرا في النتيجة. فياريال سادسا، سابعا ريال سوسيداد، وثامنا من ريال بيتيس، ليغاريس 19، خطافي. بعد الفاصل سنواصل مع ديربي العاصمة مدريد بين أتلتيكو والريال، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. إذن ديربي مدريد ينتهي بالتعادل الأبيض بين أتلتيكو والريال،
ولم ينجح لا غريزمان ولا رونالدو في هز الشباك، لكن الجماهير كانت غفيرة والإثارة كانت أكبر أيضا وإثارة أخرى بعد هذه المباراة التي انتهت بالتعادل. شاهد كل شيء كابتن إذا في هذه المباراة إلا الأهداف. نعم. هذا ملح كرة القدم. نعم الريال كان أفضل باعتقادي، يعني على مدى الشوطين كان أفضل، لكن كان ينقص التهديف، وهي مشكلة للأسف أصبحت مشكلة تأرق زيدان أو تأرق جماهير الريال. اليوم الريال تحسن على مستوى خط الوسط وعلى مستوى الظهيرين، كان فعال جدا في التمرير السريع وحتى في صناعة الفرص. نعم. كان مهم جدا هذا التغيير اللي شاهدنا اليوم. عفوا كابتن سأقاطعك لأن سأذهب مباشرة إلى زميل الأحسن سالم المتواجد معنا ومعه أظن كاسيميرو حسن. نعم الأخضر، وبالحديث عن كاسيميرو من دون إطالة، كاسيميرو هموس بيستو كاسيميرو شاهدنا اليوم شغف كبير في هذه المباراة، وربما لم يفز أحد الطرفين ولكن برشلونة فازت. مباراة جميلة من ناحية الأداء، ديربي في غاية الجمال، التعادل هنا حصلنا عليه بجهد كبير على الرغم من خسارتنا نقطتين، ولكن يجب علينا أن نزور الشباك في مباراة صعبة مثل اليوم حتى نقترب من برشلونة. هل تعتقد أنه كان بإمكانكم أن تخرجوا بقوة أكبر؟ دون شك الريال مدريد دائما ما يبحث عن المرمى والهدف، دون شك لقد خسرنا اليوم نقطتين. التعادل أمام أتلتيكو مدريد ليس بسهل، إنها نتيجة جيدة ربما. الريال مدريد لا ينهي باللمسات الأخيرة وأنه يحتاج إلى أهداف كريستيانو. ستأتي الأهداف دون شك، لأنه لدينا لاعبين أفضل لاعبين في العالم ومن خلالهم ستأتي الأهداف. اليوم سعيد ربما عدنا لكي نعود بعد زمن طويل لأداء جيد، الفريق بحالة جيدة ويرقب في مواصلة ذلك لا سيما في المباريات الصعبة. النتيجة فقط لا تعجبني ولكنني سعيد بالأداء. السؤال الأخير، هل تعتقد أن احتمالات ضربات الجزاء كانت لها تأثير؟ هذا يجب أن تسأل الحكم المباراة، كانت هنالك بعض اللعبات المشكوك فيها، وبكل تأكيد الحكم لم يراها بوضوح، ولو رآها لكان قد احتسبها. مباراة جميلة على كل حال، ويجب علينا أن نهني الفريقين. إذن هذه كانت تصريحات كاسيميرو، أعود إليك الأخضر في انتظار المزيد. شكرا جزيلا زميلي الأحسن، وفي انتظار أيضا تطبيق الفيديو في الدوري الإسباني، لأن أخطاء كارثية في الليغا الإسبانية يعني ممكن تؤثر مثل ما شاهدنا اليوم على نتيجة المباراة. صحيح، في عديد المباريات. نعم. أخطاء تحكيمية اليوم ممكن، كان ممكن هناك ضربة جزاء لفريق الريال. إن شاء الله السنة القادمة، هو المفروض هو أول دوري يبدأ بالفيديو هو الدوري الإسباني، لأن أخطاء تحكيمية عنده تقريبا 4-5 سنوات وأثروا على حتى على نتائج المباريات، ولهذا أعتقد أن المفروض أول دوري يبدأ بها هو الدوري الإسباني. اليوم مباراة بصراحة أنا نقول قوية، قوية جدا، فيها إثارة أكثر من الناحية البدنية، قوية جدا، التحامات، اللعب في المساحات الضيقة، قوة بدنية. أقل واحد هو مودريتش في المباراة. المشكلة الكبيرة هو هجوم الريال. نعم. هجوم الريال المشكلة اليوم، لا بنزيما ولا كريستيانو رونالدو، لقى صعوبات كبيرة اختراق الدفاع المنظم لفريق أتلتيكو مدريد. رغم هذا أتلتيكو الفرص كانت أفضل لأتلتيكو، خلق فرصة في الشوط الأول انفراد، والفرصة في الشوط الثاني خرج كارفاخال فاران من المرمى. لكن أنا أقول اليوم صحيح جريزمان ما كانش في أحسن حالاته، لكن لماذا ما تشاركتوش مع مهاجم؟ نعم، لأن اليوم
اخرج حتى تغييره وادخل توريس وجاميرو. لماذا انا لو لعب بجاميرو من الاول او توريس وراء غريزمان مردود يكون افضل لاتلتيكو مدريد على حساب كوريا الهجومي؟ ها على حساب كوريا لان حتى كراسكو لما دخل ما قدم ولا شيء. نعم كراسكو بعيد عن الملاعب ايضا خسر كثير من الكرات ما كانش ناجح في المراوغات نتاعو، لكن الريال بدنيا قدم مباراة كبيرة ممتاز. الريال في وسط الميدان اللي ينقص الريال هو أن كريستيانو وبنزيما لازم الفعالية تكون أكثر ولازم يقدموا مستوى أفضل في المباراة القادمة. مباراة ثقيلة مباراة